السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة وإلى رحلة جديدة في ذاكرة المكان والزمان. اليوم نحن تحديدا في ولاية مقشن. المسافر إلى صلالة يصادف ولاية مقشن في طريقه. هناك حالة جميلة جدا، خلف هذه الولاية، خلف مركز الولاية، توجد هذه الواحة الرائعة. ومقترحنا في هذه الحلقة الحقيقة هو الحديث عن الربع الخالي. هو حديث موجز عن الربع الخالي، الحديث طويل إذا أردنا أن نتحدث عن الربع الخالي، ولكن أترك هذه المسألة لمن يحب أن يبحث في الكثير من المصادر حول صحراء الربع الخالي. في هالحلقة سنتعرف على بعض ملامح، وبطريقة برنامجنا نذهب إلى فترة ما قبل النهضة في السلطنة، وكيف عاش أهلنا وأجدادنا في ظروف الحقيقة صعبة للغاية. يعني بعد هذه الواحة مباشرة تبدأ صحراء لا متناهية. هنا نحن على تخوم صحراء الربع الخالي، هنا نهاياتها، أو خلنا نعتبرها هنا بداياتها والمدخل إلى الربع الخالي. مقشن وهذه المنطقة تعد ملتقى لطرق القوافل. سنتعرف على الكثير من التفاصيل، لن أطيل عليكم، التفاصيل سأتركها لضيفنا في هذه الحلقة ودليلنا ومرشدنا من هنا من مقشن. معنا الوالد مسلم بن علي الحصيني المسهري، راح يكون معنا في هالجولة وراح نتعرف على الكثير من التفاصيل. المكان الصعب كيف عاشوا فيه؟ أبو علي مرحبا وسهلا. مرحبا وسهلا يا حي الله، كيف حالك؟ طيب الحمد لله، عساكم خير وش علومكم؟ يا حي بكم أهل الإعلام في منطقتنا أو في ولايتنا. احنا نتشرف وسعداء بهالزيارة. ان شاء الله سمعت، انا اعطيكم اللي حصل عندنا، بنعطيكم اللي ما تقصر. مرحبا وسهلا يا حي، ايش طلباتكم؟ حي بشوفك. احنا بنعمل جولة معك ونبدأ من هالواحة الحقيقة. يعني حتى بتجربة شخصية، انا مريت كثير في هالشارع بس ما توقعت ان وراه هالمكان الجميل، هالواحة الحلوة. وكنا واحنا جايين نصور نشوف على طول الطريق خط أخضر من الغاف، بس وصلنا هني وجدنا الحالة بعد أجمل وأجمل. عرفنا أن هنا تعتبر البوابة للدخول إلى صحراء الربع الخالي. نخيل والتمور، نخيل وزرع ما شاء الله. أباك تحكي لي بذكرياتك الشخصية أبو علي. نعم. إيش اللي تذكره هني؟ أقدم شيء تذكره أيام الركاب وأيام الناس تتحرك من هني وتبر الربع الخالي في أي اتجاه راح تروحه؟ أتذكر لكم في الربع الخالي نحن المواطنين في هذا الولاية وفي هذا المنطقة الربع الخالي، عند الناس أهل بيشال، أهل بعل. تسمع؟ نعم، أهل جمال. أهل جمال. نعم. وناس سمعت رحال في هذا المنطقة. تسمع؟ نعم. وهنا تسمعنا نكيل على التمور، على الخريف النخل. أي. وعلى ماها وعلى بردها. في الكيل نكيل هنا. نعم. بعد المكيلة نتفرع. بعد القيل. بعد القيل. بعد فصل الصيف. بعد فصل الصيف نتفرع، كل فريق يروح يتبع حيواناته. طيب. قبل نروح لما بعد القيض، خلنا نحكي عن القيض وعن النخيل هنا. احنا لاحظنا النخيل هنا ما مثل البلدان الثانية، ما مثل الولايات الثانية، ما هي على شكل مزارع، يعني وكأنها روحها طلعت في هالوادي. يعني هل يحصل عندكم مثل ما يحصل في باقي
الولايات والقرى أن في حيازات وفي كذا. أنا سمعت إنه إن كانت تعتبروها ملكية عامة لكل الناس. لا، أول المواطنين زمان الجوع وناس ما عندهم سمعتي ما عندهم إلا ركابهم ويتجمعون في هذا الوادي كله خور ماء بحر، ويتجمعون في هذا الوادي ويجون بتمور، تقول أنت من عمان ويجون بتمر من تمر من ظفرة ويأكلونها ويبذرون عيمها. ناس لما كل واحد يحط يبذرون عيم في هذه المنطقة تسمع، وعاشوا عليها حتى انقرضوا الأولين، ناس انقرضوا والوادي ذي مثل ما شفت انقرضت تسمع، وإحنا بقينا سمعت على أرواحنا تشتي في الرملة بعد الشتاء، ودخل الكيض علينا الخرفة النخيل، كنا نرجع ونتجمع في هذا المنطقة. حد زرع هنا النخيل، حد فسلهم هنا ولا روحهم طلعوا؟ لا، فسلوهن، فسلوهن المواطنين زمان زمان الأوليين أجدادنا هم لا فسلون وهم لا زرعوهن. ايه. انقرضوا الشيبان، انقرضوا، بقينا احنا لازلنا في هذا المنطقة نرطفها ونروح منها ونتخرفها وياكل من تمرها. وقت الشتاء انتبه حيوانات، انتبه المراعي، انتبه المراعي وراء الحيوانات، وما عندنا لبنهن. وقت المكيضة نرجع على الوادي ذي نعيش من نخلها من تمور هذا لا ومن ماها، حتى يدخل علينا سمات البرد الشتاء. من يدخل علينا الشتاء ذاك سي مرة تحركتوا، ذاك سي مرة نتوادع يا يعني مع فدعة الله، كل واحد يدبر مدى أنت وين، يقول والله أنا بروح ببعري هذا اتجاه، ويقول ذي بروح ببعري هذا اتجاه، ويقول ذي بروح ببعري هذا اتجاه. ايش يتبعون؟ يتبعون بوشانها. ايه بس ايش يتبعون؟ يتبعون الاعشاب، يتبعوا المرعى، يتبعون المرعى. نعم، يتبعون بشانهم بالمرعى، يتبعون المرعى من عند ما هو زين تسمع. وما يشتوفون ولا حد يشوف حتى نهار المقيضة لين يحول الحول، لين يحول الحول يتلاقون كلهم. نعم. طيب انا سمعت شغلة جميلة كثير يعني عجبتني، ان الناس هني كانوا لما يجي القيض يجمعوا المحصول ويتقاسموه، ما حد له سهم زايد على حد. صح، هي تباعد عن البارحة نتساول فيها ذي. صح، أنا من أتجمع ذي نسينا النقطة ذي. ناس من مثلا يتخرفون يقيلون مقيلة النخل ويخلصونه، يكون لهم شيخ زعيم. تمام. زعيم شيخ في المنطقة، هو معروف باستمرار ولا في كل صيف تختاروا حد؟ لا، معروف ان انسان كبير في المنطقة ذي هو تزعم المنطقة ذي وتزعم النخيل وخريف هذه. تمام. تسمع. ويجمعون عنده، من يخلصون تجميع التمور قد عنده. ايه. يقول لهم تقاسموا. ايه. يتقاسموا. كيف يتقاسموها؟ شيء ميازين؟ لا، لا ابدا، ما يتحفن بالحفن هنا وحفن هنا وحفن هنا وحفن هنا وحفن هنا. زين. وكل واحد يشيل قسمه. زين. بذاتهم. جدوهم؟ جدوهم؟ ايش النخل؟ العضو جدوهم ولا بس تخرفوهم؟ لا، جدوهم. جدوهم. يقصون. نعم. نعم. الخرف يقصون. يتقاسموها بالعضو. ويتقسمونها اسمها، لا يتقسمونها بالتمر قدها. زين. قدها برا، وشي يقصونه وشي يندرون تمره. يفلونها. يفلونها. نعم. ويطلعون التمر كله يجمعونها مع بعض. ويدوا الشيخ يقول لهم تقاسموا. تقاسموا، اي واحد يقسم بيده، يشيل هنا قسم، هنا قسم، هنا قسم، خلصوا القسم، الله كل واحد يشيل قسمه. زين، سمعت بعد مسألة كثير جميلة، انه لو جاكم ضيف وانتم مخلصين القسمة تعيدوا القسمة؟ وديانا ضيف وحنا قد قسمنا، كل واحد يعطيه من عنده، يقول الشيخ عطيه في هذا الطاسة. أيه. وهذاك عطيف، هذا يلايمون عليه من واحد لواحد حتى يعطونه اكثر من قسم، يمكن يطلع سهم الضيف اكثر. اكثر. أيه. يطلع اكثر قسمه. وهذه شيء من العرب. هذا شيء. نعم. من العرب. زين، بعد كل شيء احتلت القسمه ذي واحتلت المقيضه. أيه. قدهم خلاص الحين يدورون من العشب، الحين بغاوا حيواناتهم. أيه. وبغاوا يطاردون العشب من عند ما هو بعيد او قريب. نعم. يو وتوادعوا، والناس تلاقوا كلهم حرمه واطفالهم وكبارهم ويتوادعوا. وين انت؟ قالنا بروح شرق، ذاك بيقول راح غرب، ذاك بيقول راح شمال، ذاك بيقول راح كذا. وخلاص كل واحد زمل على مطيته، زاده وماه ومزناده، وقال كذا دبر. طيب احنا نبى نتبع هالرحله
لغاية ما ندخل الصحراء. خلنا نتحرك ونبدأ لو من العين على أساس نشوف ونذكرك ونتذكر معاك نتعلم منك كيف تبدأ الرحلة لصحراء ربع الخالي. العين هني تبدأ الرحلة. العين هذه هذه هنا مكان العين. هذا مكان العين. زين شفت له تبدأ الرحلة من العين تنطلق. يقولون في محلات فيها سامي. هل هذا مكان العين؟ هذا مكان العين. يعني الحين ما عاد فيها ماء. لا الحين خلاص يابسة، ولكن لو تحفرها لو تحفرها ذراع ذراعين كذا يطلع ماء. يطلع الماء ولكن الماء خور. الحين اندفنت. نعم. مطار مع الشيلة. هواء واندفنت واندمرت مثل ما شفت. نعم. كثير اندمرت ونخيل الدمر والخور دمر. أول هذا الخور بحر. طيب الماء اللي هني لاحظت أنا إنه ما كثير عذب. هذا هني آثارها. ايوه تراوينا المكان شويه يعني هذا اثار يعني لو شلنا هذا لو شليت هذا يطلع الماء. يطلع الماء بدليل انه موجود على بعد امتار. وانا بشخص قد شليت ماء منها وقد شربت منها انا شخصيا الان. طيب هذيك اثار ماء، هذاك ماء موجود. هذاك ماء خور. هل هو نفس الماء اللي هنا يظهر؟ لا. ولا هذا غير؟ هذا يطلع احلى شوي. هذا احلى. احلى شرب. تشرب منه، تقدر تشرب منه. زين ذاك ما تقدر تشرب منه. وهذا ماي مالح. مالح خور ذي. أو أقرب للملوحة. مالح وقدها معناته قاف. إيه. مثل شفت الملوحة الحين قاف ودخلت هالملوحة وتشابك معي ملوحة. نعم. قدها ملوحة. لكن ذي لو تحفر وتطلع الماء الأولي تنزف الماء الأولي. إيه. ويبقى يطلع لك ماء مثل العيون. نعم. يطلع لك مثل العيون. نعم. يطلع لك حالي شوي وشترب. ولكن أكثر تشربه في اللبن. كيف؟ أكثر نشره نخشره. خلطوه. نخلطه في اللبن. ليش؟ لأنه يعني ما كثير عذب. شوي مو كثير عذب. ايه. مثلا قار تشربه كذا. ايه. شوي قار. فتشربوه مع الحليب. مع الحليب. يشربه مع اللبن. مع اللبن يشرب شوي. ايه. ومن تسبح بثيابنا الثوب حق يقضي مثل العوز يابس. ومسكته كذا ينشطر عليك. من الملوحة. من الملوحة. من الملوحة. هو سبحان الله البحر بعيد. البحر عنا بعيد البحر، ولكن ذي أرض بحيرة. ذي أرض بحر ذي. ترى هو يقولوا إنه يعني إنه تاريخ الربع الخالي حتى نحصل هذا المحار. المحار حصلني فرمني. من يحصل فيه؟ حصلنا المحار. محار وقواطع. نعم. هذا تاريخ جيولوجي قديم. نعم. تبدين من هنا تتوزع من هذا المنطقة. طيب قبل لا تتوزع من هنا القوافل، انتم من وين تجيكم القوافل؟ كونو مقشن كون ملتقى قوافل. كون المقشن كون ملتقى القوافل في بلاد في مقشن. زين من وين تجيكم قوافل؟ القوافل تينا من غار. تمام. القوافل تينا من الساحل. تقول انت ساحلي. تقول انت من البحر. من البحر الجزر. نعم. مالت السمك. ايه. شفت له؟ ايه. القوافل تينا من الظفرة. تمام. القوافل. ايه. مثل الغبار. من صوب دولة الامارات. من صوب دولة الامارات. ايه. ومن القوافل تين في هذا المحل. ايه. القوافل توزعن شي تروح الظفرة. وشي تروح عمان. باقي عمان مني. ايوه. ايه. تروح عند بناء ادم. ايه. وعبري. شوف. شي تروح منها توزع، شي تروح من السعودية الحسن منها تروح تضرب بند. نعم. قوافل. منها الحسن السعودية. السعودية من هنا. السعودية. الإحساء. الإحساء. شفت له. وشي تضرب ينوب الشصر. أي. ينوب الشصر من الشصر حبروت. كل هذول قوافل تبع المناطق. إلى اليمن. إلا من هناك إلى اليمن. طيب القوافل اللي تجي يعني احنا نتكلم عن طريق دولي. أيوة. بمفهوم اليوم هذه من الطرق الدولية.
القوافل اللي تجيكم من البحر ومن محافظة ظفار ومن أي منطقة، إيش تجيب معاها؟ إيش جايبة؟ هذا القوافل على ركاب. أي ناس سيارات أول ما عندنا سيارات. طبعاً إحنا القوافل اللي نحكي عنها ركاب. على ركاب. جمال. شفت القوافل أول ركاب كلها. زين. شفت القوافل التي هي من ظفار. أي. هن محملات باللبان. اللبان. اللبان. زين. تسمع؟ أي. والقوافل التي هي من الجزر. البحر. من البحر. محملات الاسماك يابس عوال عوال عنص ايوه خذل صالف اي صالف من نوع هذا جاشع ايوه من هذا النوع زين تسمع أي. والقوافل التي احيانا بالصخب الحمم ايش هذه ما عرفت حمم صخب صخام صخام اي الفحم 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 شفت له هذا للناس اول اول قوافل تينا سمعت من عمان كان بالتمر شفته الى مقجد الى ظفار من عمان يعني من صوب الداخليه والظاهره من صوب الداخليه الداخليه أكثر. الداخليه ايه. اكثرها الداخليه من صوب الداخليه نعم. انا اول هذه ظفار ما فيها تمر ايه. حتى الحين ما فيها تمر ايه. وكل ميراد استورادها للتمور من الظفره ايه. ومن عمان زين اقواف التي انها من نار ايه. الى مقشن من مقشن الى ظفار تسمع ايه. وهذا انطلاقهم القوافل ذال نعم كانوا يفرحوا بالشتاء الناس هنا الناس هنا يفرحون بالشتاء بالشتاء من يجيهم الشتاء ايه. الناس يتفرقون في وقت الشتاء ويتبعون حيواناتهم في الرمل هذه يصعدون فيها بعيد تسمع ايه. وما يكون معهم شربهم قليل يشربون من بيشانهم عليه بالبوش هل يتغير حال الصحراء المنظر يتغير يعني هل يستوي اخضر هل يطلع العشب وكذا والله في المطر وقت الشتاء ايه. تستحل الارض وتنور على عشبها وتكون الارض بارده نعم تسمع نعم. ويكونوا الناس مرتاحين في وقت سمعت في وقت العشب ووقت الشتاء برة الشتاء ايه. عادي يهمهم ماء نعم ولا عادي يهمهم سمعت اكل يهمهم كيف بعرهم يحصلن نعم. اكل وتشبعن ايه. ومرتاحات ويشربون من حليب نعم اكثر من كذا ما عندهم شيء له يهتمون بالقيض ايه قالوا ذا الحين مقبل علينا قيض ايه. مقبل علينا حر كيف الله 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 شدوا عليهم قيلوا عين مقجر ردوا على مقجر ردوا ايه. ردوا عاد معكم البرد هذا في الصيف في الصيف ايه. يردون الشيء يبودون على ركابهم ويحوشون بعرهم ايه. ويرحلون حتى يحطون فوق عين مقجر نعم من يحطون فوق عين مقجر كل واحد يمسك محله ايه. ويدخلون بلاد طيب هنا في حالة الشتاء الأشجار هذه الموجودة النباتات الموجودة الهرم والهذه تستفيدون منها في وقت الهورة وقت ماشي مطر إيش وقت الهورة وقت الهورة ماشي مطر ما في عشب وقت الهورة جفاف البعر ما تأكل النار ذي الخضر الهرم يهرمون عليه من شهرين من 3 أشهر من 4 أشهر وباتوا كلنا حتى تمتن منه يطلع من بطونهم العيدان ذا نعم ويقتل يبوش يقتل لي بعد ما تلقى غير هلاكل هذا سمعت ذي ما ذي ما ذي ما تحصل أكل ربي عطاه هي نعم من ربي عطاه هي ايه. الحمد لله عطاه هي زهرة وقصيص وعبلة من كل أنواع خير الله سمعت هذه أنواع الأشجار أنواع الأشجار هذيل اللي طالعات فوق الدكوك على التلال صغيرة هذا العبلة هذه العبلة العبلة هذا اللي تشوفها عبلة ذا الحين يقول ايه. لك في عبلة ايه. هنا عندنا نقول العشب عندنا ايه. رقم واحد ايه. يقولون قصيص يقولون العنقود يقولون الزهرة يقولون العبلة ذالا 3 مع بعض خلاص هاي 3 أنواع من النباتات من النباتات اللي تستفيدون منها لا نستفيد منها الحيوانات للحيوانات الحيوانات أيوة. نعم
يا الله يا الخبر يا الله يا بحر الزين يا لولو. كان عصرنا العصير ذاك النهار تمر مع ودنا من يشل الاسماك الحليوه وكان حلو ما في ابو بدله سيما كم داري ابو محمد يعني ما ناد صبح ابوري كلهم مستعجبين ذا سياره يا سياره ما غريبه فرق العسكري ما في رمي لا في رمي يقولوا لا تفق برزه وما لا في رمي لا في رمي ديورنا تعالى سمحوا لنا استريح ايوه بسم الله وين احنا الان والله الان مويدين في ربع الخالي زين هذه صحراء ربع الخالي هذه الصحراء ربع الخالي زين زين هذا الرمال اللي قلنا ربع الخالي ايوه نحن ذا الحين من بين رمل الشمال وتحدنا الوادي مقشن من جنوب احنا الحين بينهم نعم بين الرمل الشمالي بين الوادي ممكن من هنا نعم وهذا تعتد ونقول هذا ربع الخالي واحنا الحين فيها في وسطها هذا من هنا كذا مغرب منا وكذا الصحراء كلها منا وكذا تغرب كلها رمله هاي الصحراء كلها رمال نعم حدها رمال من الى السعوديه وين ما تقبل رمال والرمال من الى اليمن زين شفت له أيه. حد حدودها من السعودية لليمن وحدودها من اليمن لعمان من السعودية لعمان ومن هنا تحدها كلها رملة حتى شمال الظفرة وذاك التراب نعم من غرب شرق تحدها كلها رملة حتى أم الطبول حتى أم الطبول وكلها الرملة ذيك كلها حتى العين تدخل العين ودخل ابو ظبي كلها رمل متواصله متواصله متواصل نعم هنا يقول له فيها ما ذيك لا يغرقون فيها الله با يغرق وشي الماء اللي هنا ايه شمال الحين يغرقون فيها يغرقون فيها ايه ام السمين زين الحين تحدنا منها رمله شرق شمال ايه حتى ام السمين بدات شقاق وام السمين ما عاد حد يقدر يطوفها ليش؟ زمان الأوليين بوشهم متقعن قدام يشوفونهم ايه. يقول بيتلحقونهم ايه. شوي كذا مع الشيخ تبلعها؟ تبلعها مرة على طول يعني صح لما يقولون أن في رمال متحركة وفي رمال تبلع المتحرك يقولون قصة عنتر أن ابتلعت الرمال فربع الخالي فربع الخالي فربع الخالي ايه هذه من الروايات ولكن فضلنا إذا إحنا ما نشوف هذا سمعت على قول ذي رملة وشي السمين إيه وش السمين أم السمين أم السمين إيه أم السمين ذي يشوفون الحيوانات ويشوفون الضبع يشوفون قدامهم خمس دقائق ما تشوف شيء يمكن عن ترى بلعتها أم السمين ذي يمكن يمكن يكون فيها يمكن زين بسألك قبل عن نتكلم عن الرمال أيضا احنا قبل شوي شفنا غزلان ايش من المواسم تصيدون هذا يصيدونها في وقت لكن الصيد الاكثر يصيدونها في وقت الشتاء في وقت الشتاء نعم يكون العرب سمعت الجو بارد ايه. والجو متهيئ لهم نعم اكثر مره يروحون يصيدون ايه سمعت الغزلان ذا الحين في الوقود ذا لا امطار قلت والعشب قل نعم وكثر اكثروا عليهم الناس نعم وعدموهم الحين تشوف واحد 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 من اثنين ثلاثة تشوف أيه. الآن الصيد ممنوع الآن الصيد أيه. ممنوع طيب بنشدك أبو علي أيضا أخبار اليوم وايد اليوم هذا أربع الخالي احنا شبعنا أخبار شوف هذا أربع الخالي أيه. ما له ضبط له مو مضبوط له زين سمعت على كيفه مرة هيك غبار أيه. ومره يجي لك هواء سحاب هواء جيد ايه كوس كوس ومره يجي لك شمس ذبح حر زين وخراب يجيك هواء خراب ايه يذبح حلقك شفت له وذا المواسم كل شهر ايه. بشهره نعم هنا مواسم نقول سمعت كل شهر له موسم نعم كل اسبوع له موسم
وتقلب. ربع ذي اللي سمعتها الرمل المتحركة تتقلب. زين هذا هو الآن يعني مثلا احنا ملاحظين الرملة تتحرك، احنا الآن على عرق على تلة، هل ممكن بعد سنة نلقى تلة ثانية ولا بعد سنتين غير هذه تكونت في مكان ثاني؟ حصل يعني هل هذه التلة بتظل مثل ما هي ولا ممكن تتغير؟ هذه التلة اللي احنا قاعدين فيها وتشوفها المساحة هذه نظيفة، بكرة تحصلها حقنا حفرة، والتلة ذي ما تحصلها، تحصلها في محل ثاني. طيب هذا ما يتوه الناس وهي مسافرة؟ عندنا الناس تثبت إذا مكان فيه جبال فيه وديان تثبته، لكن المكان اللي يتغير كيف تثبته؟ الحين الجو ذي، شوف الجو منه، أنت أبغى تنام. أنا ما قادر أطالع ذاك الصوت. زين أنت ذا الحين أنت ذا الحين تقول وقت النوم فيه هواء وفيه إعصار مثل ذا الحين، لكن بتنام. نمت هنا فترة ونمت هنا، ممكن تخوف حتى القعدة إذا تصبح فوق ممكن تغطيك. تغطيك وتنتهي، لكن الناس ينامون خلف القعيدة. شفت خلف القعيدة وصوب الهواء. زين القعيدة إيش هذي؟ القعيدة ذي التلة ذي مرتفعة؟ ذي القعيدة كلها المرتفعة ذي كلها يقول لها قعيدة. زين واللي وطى؟ اللي وطى يقول له حقن. زين حقنة. وذي المحل يقول لها ردفة. ردفة ردفة المكان اللي مستوي وممكن تقعد فيه. يقول لك سمعت وين الردفة ذي؟ ذي المستوي يسمونها ردفة. نعم وهذا يسمونه سمعت خيط، هذا خيوط يقول الخيط الرملة. خيط خيط يقول له خيوط الرملة. نعم وتحت شوف الخيط ذاك. نعم يقول لك تحت حقنة. تحذر منها. حفرة تحت حفرة يقول له حقن. نعم وتحذر منها. نعم تسمع روح يمينها ولا يسارها ولا كذا. وذي مثل على قولك ذي اللي يقول لك انا هذا الحين جيت بعري. نعم يقول لك فلان قعيد هذيك ومحل فلان الردف هذيك هذا كلها عشب. عبل فيها. نعم زهره. عنقود. يقول لك احسن لك وانت وعيالك سمعت ترحلوا لها. اول الناس ذا الحين كان واحد امكن عائله 50 كيلو. وعائلة هنا وعائلة هنا وعائلة هنا أول زمان. يقعد يومين ثلاثة أيام يقول إيه ها نبطيت على العائلة، ما أدري أن العائلة ذيك ماتت حية وشي كان عليها أو حد من اليوم بنزورها. اليوم بنشوف العائلة ذيك كيف حالها كيف أحوالها. ويروحون يتعنون منك حتى يجون العائلة ذي وش أحوالها في الشيء مستقصر شيء بغيت شيء تقول الحمد لله وخير بعافية. وراح ورقع وزاروا العائلة ذيك. شفت؟ نعم يزورون فوق ركاب، يزورون يضربون فوق ركاب، ماشي تلفونات وماشي سمعت علم ماشي. بس زياره فوق ركاب ويروحون حتى من اسبوع اسبوعين وعشر ايام. عشان يخبرون بعض. عشان يعرفون بعض خم بعض وش الاحوال. شفت؟ وعاد يجيبون العلوم كلها. عاد يقولون العلوم ويرد وش علوم بيت فلان وش علوم كذا وش علوم كذا سمعت ويرد الخبر الحمد لله زين ولا شيء. ابو علي. مرحبا. مسلم. مرحبا وسهلا. يا حي الله الحصيني. مرحبا سهلا. المسفلي. مرحبا سهلا. جزاك الله خير. انت بحل بحل والديك. ما قصرت وانت منظم وفيه انذال. الكلام معك طيب وحلو ولكن احنا وقتنا انتهى. الله وكمها الشمس غربت ما عادت تبين. شمس على غبره وان شاء الله نقضي هذه على خير وعافيه وان شاء الله نتلاقى.